ثنائية مع الخليل بانجورا. بانجورا يرفع كورة جول. بغداد بنشاع أخيرا يجد طريق الشباك ويضع حد الإخفاق الهجومي للنجم الساحلي. بغداد يشعل مدرجات سوس الأوروبي في 70 دقيقة لعب. كورة ثنائية بين حمزة الأحمر والخليل بانجورا. عرضية بغداد بنشاع براسية يغالط هذه المرة ديارة تشيكي ويفتتح التسجيل ويعطي الأسبقية للنجم الرياضي الساحلي. بين مدافعين بغداد براسية أعلى من الجميع. شوف الإعادة. الخليل بانجورا رغم الرقابة التي كانت على